خلينا ناخد رؤية فنية عن منتخبنا الأولمبي والظهور الأول أمام منتخب مالي من واحد من نجوم مصر ونجوم نادي المصري البورسعيدي، كابتن عمرو الدسوقي. مشرفني ومنورني وحشني جدا وبتبسط بوجودك معايا حبيبي يحيى، وببقى سعيد جدا حبيبي ولما كابتن اشوفك عمرو. قدام الشاشة بجد، يعني حبيبي ربنا كابتن يوفقك. عمرو، ده شرف ليا. يعني خلينا نتكلم عن بداية منتخبنا الوطني أمام مالي، بداية مكسب 3 نقط، ثقة للجهاز الفني وللعيبة، ولكن برضو نقف عند نقطة: الجماهير متخوفة من تكرار بقى سيناريو المنتخب الأول، ومتخوفة من الأداء، ومتخوفة من حاجات كتير جدا. شفت فنيا المباراة من وجهة نظرك يا كابتن عمرو إزاي؟ بص يا يحيى، هو الظروف اللي اتحط فيها المنتخب الاولمبي كانت ظروف ايجابيه جدا، اللي هي حته الضغط والشحن الجماهيري. يمكن قبل البطوله كان ما كانش فيه زحف جماهيري بالشكل اللي كان مطلوب، ويمكن اللي احنا كنا شفناه في بطوله افريقيا بالنسبه للفريق الاول. صحيح. ولكن بعد ما اتفرجنا على فريق المنتخب الاولمبي في بدايه مشواره قدام مالي، كنا متخوفين قوي في التجارب اللي كانت قبل البطوله. ويمكن انا دخلت معاك مداخله وقلت لك يمكن شوقي غريب من الخبرات كبيره جدا ان هو يتعامل مع الفرق بشكل او باخر. يمكن انت في الدورات المجمعه بتختلف بشكل كبير جدا عن الماتشات التجريبيه في البدايه، وده اللي حصل فعلا مع الكابتن شوقي غريب، واعتقد ان هو حصل قبل كده مع منتخبنا القومي في 2006 و2010. صحيح. في تخوفات كبيره جدا، بس دي خلت اللعيبه اتحطت تحت ضغط كبير تقدر تنتج، تطلع من اللعيب المصري يمكن الشكل اللي احنا شفناه امام مالي. في تركيز بشكل كبير جدا، في ثقه، في رجوله في الاداء، اعتقد ان احنا شفناها قدام مالي وقدام فريق كبير. يمكن كانت من اصعب المحطات اللي كانت هتقابل منتخبنا يمكن منتخب مالي، وكان دايما الكلام كله على منتخب مالي ان هو منتخب يعني منتخب قوي بيمتلك عناصر كتيرة، عناصر عنده كبيره جدا محترفين، محترفه، كل حاجة طبعا. كل ده يمكن انت اشرت للموضوع دوت بشكل كبير جدا في الفتره اللي قبل المباراه، ويمكن كان في تخوفات كبيره جدا. وهو هنا بقى يطلع المعدن المصري واللعيب المصري في، يعني عايز اقول في حاله الحاله النفسيه بالنسبه للعيب المصري، ان هو فعلا في الضغط الكبير جدا بيطلع منه افضل شيء. وده اللي حصل مع كابتن شوقي غريب في بدايه البطوله. يحيى، مش سهل جدا ان انت تخوض مباراه كبيره على ارضك وامام منتخب قوي بالشكل ده وعدد محترفين وعناصر قويه جدا طبعا وتظهر بالاداء دوت وبالشكل ده. لا، في تركيز قوي جدا. محتاجين يا كابتن عمرو الفتره اللي جايه اداء ولا نتيجه ونحصد نقاط فقط ونستنى على الاداء ده شويه؟ لا، انا بص، هو انت لو حصدت نتيجه من غير اداء هيبقى في قلق، يعني زي ما حصل مع المنتخب الاول كان في اداء بشكل، يعني ما كانش في اداء بس كان في نتائج. صحيح. يعني احنا كلنا كنا بنشير ان اداء المنتخب المصري لا يرتقي، ويمكن كل المحللين كانوا بيتكلموا في ان الموضوع صعب جدا ان انت تقيم المنتخب، ولكن اداره المنتخب والمدير الفني كان بيطلع بيقول انا حصدت 3 نقاط، ولكن في النهايه وصلت لايه؟ وصلت لان انت خرجت بشكل مش غير لائق مقبول طبعا، بشكل غير مقبول بالنسبه للجماهير، وعلى وسط ارضك وجمهورك كان الموضوع صعب جدا. فالنهارده طبعا الاداء لازم يكون مقارن مع الاداء مع النتيجه، وده شكل بيطمئن الجماهير ويطمئن الجهاز الفني بالنسبه لتقييمه وبالنسبه للعيب. حاسس يعني من نغمه كلامك يا كابتن عمرو ان انت عندك ارتياح بمنتخبنا الاولمبي، وحاسس ان في اداء هيتطور مع المباريات، وحاسس ان في نتائج ايجابيه في الفتره اللي جايه. بص يا يحيى، انا مش هضحك عليك، يعني الروح اللي انا شفتها في بدايه البطوله يعني مبشره بان عندك عناصر جيده جدا، زائد العناصر اللي يمكن يعني فقدت من المنتخب القومي بالنسبه للاصابات والايقافاء. يعني اعتقد ان يعني اسماء كبيره غايبه عن المنتخب، ولكن انت شايف روح وشايف يعني بذره طيبه جدا لمنتخب ممكن يبقى له صلاح للكره المصريه، ولكن يعني لازم يبقى الالتفاف بشكل قوي ورا المنتخب ده. صحيح. شفنا امثله كبيره جدا في، يمكن لو رجعت للزمن شويه، هو يمكن هو دلوقتي المدير الفني او المدرب العام شوقي وشيتوس، واللي هو الجيل اللي احنا بنتكلم فيه ده نفس القصه بالظبط كان مع شوقي غريب متهيألي في بطوله العالم او بطوله الناشئين، وحصد ان هو وصل للبرونزيه ارجنتين 2001 يا كابتن. بالظبط، ويمكن انت بعديه بدا ينصلح حال الكره المصريه. صحيح. قدرت ان انت تطلع شوقي وحسني
وكان عندك سيد معوض وكل المنتخبات الاسماء الكبيره اللي فرضت اسمها على 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 الساحه المصريه. فانا شايف ان بشويه يعني توفير للامكانيات بالنسبه للمدير الفني سواء كابتن شوقي غريب والجهاز بتاعه اهتمام باللعيبه ديت، اعتقد ان في مؤشر قوي جدا لان انت ممكن تحصد بعد كده يعني لو توفير كل الامكانيات بالنسبه للمنتخب ممكن تحصد بعد كده شيء كويس بالنسبه للكره المصريه في فيما بعد. اكيد كابتن عمرو ان انت برضو واحد من نجوم الدفاع، وعايز اتكلم معاك عن دفاع منتخبنا الاولمبي سواء اسامه جلال، محمد عبد السلام، احمد رمضان، بيكهام، وتقييمك لدفاع منتخبنا الاولمبي. والله يمكن قبل البطوله كنت متخوف جدا من الخط دوت، ولكن يعني في اداء مبشر يا يحيى، شفنا روح، يمكن عايزين الروح ديت تفضل تبقى موجوده، وده على فكره ده شيء صعب جدا ان هو يبقى فيه، لازم يبقى فيه حافز، لازم يبقى فيه دوافع كبيره بتتحط طبعا من الكابتن شوقي غريب والجهاز الفني. الدافع بيبقى مهم جدا في الماتشات ديت، وعايز اقول لك ان اشرت لان الدورات المجمعه مختلفه عن الماتشات الوديه او المباريات الرسميه اللي هي بعيده عن بعض. المباريات المجمعه ديت انت بتاخد بيبقى في حافز قوي جدا بالنسبه للمدير الفني والجهاز الفني، التعامل النفسي مع اللعيبه بيبقى له يعني مفعول السحر زي ما بيقولوا، التعامل النفسي بيدي ان اللعيب حتى لو واصل لنسبه 60 او 70% من الاداء ممكن يوصل معاك مع الدفع والشحن طبعاً النفسي ل 100%، وده اللي احنا بنأمله من دخول الجماهير الفتره اللي جايه ان شاء الله ومساندة منتخب مصر في الفترة اللي جاية بإذن الله. هجوم منتخب مصر الأولمبي في أمانة كابتن مصطفى محمد، صلاح محسن، رمضان صبحي تحتيهم عمار حمدي، خلاص شايف إن مصطفى محمد حجز مكانه وهو فعلا يستحق؟ كل المحللين كانت بتراهن على مصطفى محمد، وأنا شايف إن مصطفى محمد يعني جه الدور بقى إن هو ياخد الريتم بتاعنا والمكانة بتاعته الطبيعية. مصطفى من العناصر الجيدة جدا اللي بينتظرها مستقبل واعد، ولكن حط تحت لكن دي 10 خطوط، لازم الاهتمام والجديه في التمرينات وان هو يبقى عنده هدف. النهارده الدافع اللي هيعمله شوقي غريب في البطوله، بعد البطوله مصطفى محمد بيرجع نادي الزمالك، لازم انت كلاعب عندك يعني الفكر وان انت عايز تكمل وان انت عايز تبقى ليك مكانه في وسط منتخب مصر، اعتقد ان هي خلاص بدات تظهر في مصطفى محمد. صحيح. فيجب عليه هو شخصيا، هو شخصيا مش المدرب او المدير الفني او الاجهزه الفنيه بالنسبه للانديه، هو شخصيا يبقى عنده الدافع لده. لو مصطفى محمد عنده الدافع لده اعتقد ان الموضوع بالنسبه له سهل جدا، ويمكن قرب يعني كل المحللين كل الناس بتتكلم على مصطفى وكل الناس بتتكلم على كل اللعيبه اللي موجوده في المنتخب وبتادي بشكل كويس، ويمكن احنا يعني حزانه على ان في يعني لعيبه جيده جدا ما شفناهاش في البطوله دي. صحيح. يعني صلاح محسن يا كابتن عمرو شايف مظلوم، شايف متوظف غلط، كابتن شوقي غريب محتاج مثلا يعيد توظيف فصلاح محسن من جديد ولا لا؟ صلاح دايما انا شايفه بيلعب في الحته اللي قدام مش الطرف، يعني هو الطرف لان طبعا مصطفى محمد موجود، ولكن انا شايف صلاح من ساعه ما بدا مع نادي انفي وانتقل لنادي الاهلي اعتقد ان هو كان مؤثر. ممكن ده بعد اصابه طاهر محمد طاهر يا كابتن عمرو، فاجبرت كابتن شوقي اربكت حساباته فخلت ان هو يلعب بصلاح محسن طرف يمين. دي ممكن جدا، لان انت النهارده لما بتفقد عنصر كبير زي يعني طاهر محمد طاهر من اللعيبه الجيده جدا أكيد. فانت بيبقى في دربكه اعتقد بشكل كبير، ولكن شوقي غريب قادر على ان هو يعدي المرحله ديت، قادر ان هو يوظف اللعيبه. خد بالك غير توظيف اللعيبه، انت النهارده بتتكلم على اسماء كبيره بدات تاخد اسمائها واوضاعها في الانديه المصريه. فالنهارده التعامل النفسي بالنسبه لشوقي غريب وجهازه، انت بتتكلم على شوقي وشيتوس، الناس لعيبه المفروض لعيبه دوليه عارفه اتجاهاتها ايه، وتقدر تتعامل مع اللعيب الدولي ازاي، وتقدر تتعامل مع اللعيب النجم ازاي. فالنهارده الموضوع سهل يا يحيى، شوقي غريب عليه عامل كبير جدا في التعامل مع اللعيبه دي واغلبيه النجوم. الشرط ان انت تجيب يعني مدرب وتحاول تحفظ اللعيبه، لا، النهارده التعامل النفسي مع مجموعه النجوم دي كلها وان انت تقدر تسيرها لان هي تخدم الفريق، ده اعتقد ان ده يعني ده محتاج شغل كتير اكيد الفتره الجايه من كابتن شوقي غريب ومن الجهاز الفني يا كابتن عمرو. خلينا نروح لمباراه بكره امام غانا، ومباراه مهمه جدا، ومباراه في حال فوز منتخبنا الوطني كل الحسابات ان شاء الله هتكون في صالحنا. شايف مباراه غدا ازاي ان شاء الله يا كابتن؟
بص انا شايف يعني مباراه غانا لازم يبقى فيه حذر دفاع والاعتماد على الهجمات المرتده اللي هي كل احنا كنا بنشوفها بالنسبه للفرق ده. لازم التدعيم الاساسي للدفاع بشكل قوي يا يحيى. النهارده لازم تلعب بامكانياتك. النهارده صحيح. لو انت قدرت ان انت تجاري اللعيبه ديت من بدايه المباراه اقول لك ماشي، لكن انت النهارده خلينا واقعيين، لازم نتعامل بالواقعيه المصريه في الكره المصريه. النهارده كوبر كان بيتعامل ونجح مع الكره المصريه ليه؟ عشان تعامل مع امكانياتها، امكانيات اللعيبه اللي صحيح. موجوده. ممكن يعني ممكن كابتن شوقي، فالنهارده غريب من كلامك يا كابتن عمرو، يغير بكره في طريقه اللعب، ممكن نشوف اسامي جديده، نشوف غنام محمد جنب اكرم توفيق ويقفل في نص الملعب، ممكن نشوف اي تغيير خططي في طريقه لعب ولا لا؟ يعني هو لو هيقدر يعمل تغيير خططي هيبقى في نص الملعب فقط لا غير، يعني مش هيبقى في اكتر من التغييرات اللي هي وسط الملعب بحيث التامين الدفاعي الزياده. وانا شايف من وجهه نظري ما بقاش في تغييرات زياده بالنسبه للمباراه اللي جايه، ولكن لو اتوجدت الروح اللي موجوده اللي انا شفتها في مباراه مالي اعتقد ما تخافش على المنتخب خالص. وهنا هيبان، خد بالك، هيبان شخصيه المدرب سواء شوقي غريب او شوقي في التعامل مع لعيبته، هيبان من مباراة تانية، هيبان الثقة، هيبان الـ الحماس بالنسبة للعيبة والشكل الأداء التكتيكي. النهاردة أنت بتلعب في وسط جمهورك يا يحيى، الجمهور عليه عامل كبير جدا جدا، النهاردة. وده اللي كان آه بيقوله كابتن النهاردة شوقي غريب النهارده في المؤتمر يا كابتن. ما هو ده اللي أنا عايزه، هو عايز ياخد الشحن ويكمل طبعا. الدوافع بتاعته بالنسبة للمباراة اللي جاية، وده أعتقد إن خلاص جمهور مصر أعتقد إن هو فهم القصه دي. احنا عندنا لعيبه كويسه، عندنا بذره كويسه ممكن يعني تطرح في الفتره اللي جايه. فانا شايف ان شاء الله هيبقى في حضور جماهيري مع الضغط والحماس اللي موجود، بتفرق، يمكن بتخلي مستوى اللعيب زي ما انا قلت لك، او عندك مستوى لعيب واصل ل 60% ممكن توصله ل 80 و90%. صحيح. شايف كابتن عمرو، شايف مستويات الفرق اللي موجوده واللي بتشارك في كاس الامم الافريقيه 2019، شايف المستويات ازاي؟ وهل المستويات متقاربه ولا منتخب مصر ممكن يكون اعلى شويه اقل شويه؟ شفتها ازاي؟ لا ما انت طول ما انت بتتكلم على عناصر محترفه يبقى انت لازم تغير المعادله دي يا يحيى. ما ينفعش تقول يعني على منتخبات وفرق المنتخب الاولمبي ان هي منتخبات ضعيفه. لا انت بتتكلم في اكتر من يعني النهارده مالي 6 لعيبه محترفين بيجوا من بره. فالنهارده انت ما بتتكلمش في مستوى بقى سي ودي، لا انت بتتكلم في من بدايه مستوى بي وايه يعني، انت فاهم. فانت النهارده بتتكلم على لعيبه محترفه، فلازم تقيم ان فرق لا لعيبه محترفه، فانت لازم بيبقى لعيبه على مستوى عالي. الاداء والشكل التكتيكي بالنسبه للفرق انت شايفها كانك بتلاعب الفريق الاول. فالنهارده مالي لا فرقه قويه جدا عندها 6 محترفين، كذلك غانا هتلاقي فيها لعيبه محترفين. نتمنى منتخب مصر يبقى عندنا الوفره الكبيره بالنسبه للمحترفين، وده ده اللي هيبني عليه. النهارده يعني بدايه نجاح الكره المصريه ان انت يبقى عندك صلاح والنني كتير يعني في المنتخب الاولمبي، ونحاول نطلع من اللعيبه دي. لا مستويات المنتخبات دلوقتي بقت مستويات قويه جدا، وعشان تقيم الاداء التكتيكي بالنسبه للعيبه لا النهارده منتخب مصر اتحط تحت ضغط امام مالي. صحيح. فرقه مالي فرقه قويه جدا وعندها محترفين اقوياء جدا بالنسبه للاداء التكتيكي، ولكن انت تغلبت عليهم بالشكل والاداء والاداء التكتيكي الجيد بالنسبه لك. اخيرا يا كابتن عمرو، من وجهه نظرك الاسامي اللي ممكن يعتمد عليها كابتن حسام البدري من العناصر اللي موجوده في منتخبنا الاولمبي؟ انا لو يعني لو في ايدي زمام الامور لازم اعتمد على مصطفى محمد، ده اولويات يعني. لازم مصطفى يبدا ياخد بقى في المستوى الاعلى. مصطفى فروت كويس جدا، ويعني المستقبل بيستناه، فلازم يبقى في تدعيم من البدايه ولازم الوقوف وراه يعني. انا كمدير فني لازم، هو طبعا الاعلام كله بيشيد بيه، فاعتقد صحيح في دفعه قويه جدا في الفتره اللي جايه. زائد الاسماء اللي انت يعني اللي انت بتتكلم فيها، عندنا اسماء مميزه جدا ولكن محتاجه لسه وقت. بس مصطفى محمد يعني قادر ان هو يقود هجوم منتخبنا الاولمبي وكمان المنتخب الاول مع كابتن حسام البدري، ده من وجهه نظرك يا كابتن؟ انا من وجهه نظري مصطفى محمد هو يعني انا يعني ببص لمصطفى محمد هو مثال للفرود المتكامل. صحيح. داخل ال 18. ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، ولكن من الاسماء اللي يمكن تعرضت يمكن لاصابات يعني طاهر محمد طاهر من اللعيبه الجيده. طاهر لعيب جميل بس كثير الاصابات للاسف يا كابتن. النهارده عندك كذا عنصر ممكن يبقى فيه استفاده منه بالنسبه للمنتخب الاول، ولكن لما صحيح يرجعوا من الاصابات تحط تحت الضغط دوت ويبقى فيه مسانده
سواء من المدير الفني او المسانده الاعلاميه، اعتقد ان شاء الله باذن الله هيبقى عندك يعني كذا عنصر بالنسبه للفريق الاول. يعني طولت عليك يا كابتن، ومش هينفع التليفون بقى كابتن عمرو، انت تجيلنا عشان نقدر نتكلم بشكل اكبر من كده. لا ان شاء الله باذن الله، وانت عارف يعني انا حبيبي. بحبك ازاي، وربنا حبيبي يا كابتن، ان شاء الله ده الشرف ليا، ربنا يخليك. متشكر جدا، شكرا. بشكرك طبعا شكرا جزيلا، واحد من نجوم مصر ونجوم النادي المصري البورسعيدي كابتن عمرو الدسوقي، كان مشرفني ومنورني، ورؤيه فنيه عن منتخبنا الاولمبي ان شاء الله، مباراه غانا غدا. كل التوفيق لرجاله كابتن شوقي غريب وللجهاز الفني، وان شاء الله مباراه غانا تكون بنتيجه ايجابيه لمنتخبنا الوطني.